السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان، نتمنى تكونوا على خير وبخير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ونتمنى تكونوا على خير بخير كاملين، اللي خلات بنت اختي لوجين خير بخير، هي ديالتي انا خوتي. هنايا جيت معاكم فيديو جديد، نهار جديد، فلوج جديد، غندوزو معاكم اليوم في الكوزينه ان شاء الله باذن الله. وغندير غديبتي، غندير الاكله المفضله عندي، هي شوفوا هي السباغيتي بالكروفيت والكالامار. انتما الا شفتوا فيا هاد العجب هذا، كنهضر مع اختي خديجه وهي وانا نقيس هنا، لقيت سخانه صافي، وانا ندير لها الكريمه. بلاتي اخوتي نطفي ديك التلفازه، وانا ندير ليها البومادات العينين. درت لها البومادات العينين، المهم الا جاتكم سخانه ديروا لها البومادات العينين. اخوتي انا قبيله جايه في الطريق كنسمع الاطراديو، ملي كنسمع الاطراديو كنسمع كيهضروا على الرفق بالحيوان، وكيهضروا على الكلاب. هذوك تا هما خلقهم الله، تا هما خلقهم الله في الدنيا بحالنا، بحالهم، بحال القطوط، بحال كلهم الحيوانات كاملين غنجمعهم. خوتي انا سمعتهم كيهضروا على الحيوانات، وانا بغيت هذا الموضوع نهضر عليه هنا اليوم ان شاء الله على الحيوانات. تا الحيوان ترى خلقهم الله، تا هما عندهم روح، هما عندهم بحالنا بحالهم خوتي، ماشي بحال مات حيوان الكلاب والمشاش وداكشي. خوتي تانا عندي مشيش مربيه، وكنلقى المشيشات برا كنعطيهم ياكلو. انا كيعجبوني الحيوانات، واخا الكلب ما يمكنش انا ندخلو حيت مكروه اخوتي، على ود الصلاة، على ود هادي مكروه، ما كيدخلش. كون كان الكلب كيدخل كور لا ربي تكليب، ندخلو عندي للدار. والكلاب اخوتي تا هما خلقهم الله، تا هما مساكن، تا هما روح اخوتي. اللي انا سمعت في اطراديو كيهضروا على الحيوانات، كيهضروا على واحد السيده كدير سيلفي. انا بقاو فيا صراحه، تقال بقاو فيا كدير سيلفي وتتشد الحيوان مسكين، تتشد الكلب من كراعو وكتهزو باش زعما الجمعيه، هاد الجمعيه حشومه عليكم، لينا عيب وعار لنا الجمعيه، ما خصها الجمعيه ديال بحال قلتي البلديه، ماشي الجمعيه ديال الحيوانات. كاين ناس كتلقى الكلاب تتعطيهم ياكلو وتعطيهم يشربو. انا اش غنقول لكم، انا يا عزازين عليا صراحه، تقال قلت لكم اشناهو، ما يمكنش نربي الكلب لينا في الصاله مكروه. واخا عندي الجرده الراجل ما بغاش ليا، عندي مشيش ديالي، لان انا مربيه حيوان. اللي لقى شي كلب يا يعطيه ياكل، راه الماكله دابا ولات كتباع كاع في الحوانت، تبارك الله وصلى على النبي. داكشي اللي داير في الحوانت اللي كيبيعو فين ما تدوري كتلقاي الخناشي ديال الكلاب المشاش، اللي لقى يوكل الكلاب. راه تشوفوا خوتي، راه تلقاو الخير في هذوك الكلاب، راه تلقاو الخير في هذوك المشاش، لان هادو ماشي بحال البشر واخا توكليه وتعطيه وديري ليه كيتقلب عليك. الحيوانات خوتي ما تيتقلبوش، لقيتو ديروا الخير في الحيوانات ديرو. الله يرحم الوالدين، واللي لقى شي حيوان يعالجو، لقاه مضروب يعالجو، لقاه راه ما تيديروا حتى شي حاجه خوتي، راه عطيتيه الماكله راه كيحسب ديالو. الكلب زوين، غير الكلب مكروه، الكلب ما كيسمحش لك شي، لا صاحبتي الكلب ما يغدركش، المش يقدر يغدرك ما يعقلش عليك في الزنقه، الكلب ما يغدركش اخوتي، الكلب كيحضيك كيرد لك البال بزاف د الحوايج، ما خاطر لا غدروه حتى هو مسكين ولا عطاو لشي ماكله ولا هادي. هادشي اللي بغيت نقول، لي انا سمعت اطراديو هاد الكلام هذا ما عجبنيش. وما اطراديو كيهضروا على الكلاب، هضروا عليهم مزيان، ما خص كيهضروا على الناس اللي كيعذبوهم. واحد السيد قال لك سمعتو معاه نيت كيهضر معاه، قال لي ودي انا كانوا كيعطيوني هذا نقتل الحيوانات، انا تنادمت مع روحي اني انا غلط، الحيوان راه بحال اللي قتلتي روح، راه روح هذيك اخوتي، الروح الا شديتيها وعذبتيها راه روح هذيك. كنشوف انا كاينين اكثريه السحارات كيخيطوا لهم فمهم، ديك النهار حنا جبناه في كرون مسكين، جبناه من الغابه ما بغاش ياكل، مخيط ليه فمه، تحليناه. لا اله الا الله محمد رسول الله، اللي كيعذب الحيوان راه كيتعذب عند الله، واللي كيشوفوا الحيوان راه عطيو عيش شرب، راه عندكم هادشي. علاش بغيت نجبد هذا الموضوع وجبدتو مع جاني في راسي ضروري نهضر عليه، اللي لقى شي حيوان يعطيه ياكل يتهلا فيه، ما يضربوهمش، ولو ما عندك ما توكليه، ما تضربيش، ما تاديش، خليه
لقيتي الماء عطيه، ما لقيتيش الماء ما تعطيش، المهم ما تاديش. الخير اللي غديري هو ما تاديش، ما تضربوهمش. تنشوفوا مساكن الكلاب برا، انا عزازين عليا الحيوانات صراحه تقال. وانا عندي القطيط ديالي كنحمق عليه، مشى ليا واحد وفي العود المشيش اللي مشى ليا ضاع، الله اعلم به العلم والله به، ما غاديش نعرفوا فين مشى. وانا ما جبت واحد اخر باش عوضت ميناتو اللي كان عندي، وجبت جامبي. واليوم اخوتي غنشارك معكم ماكلتي، ونشارك معكم روينتي، وغندير معكم هذا الفيديو، ونتمنى يعجبكم، نتمنى يعجبكم، ونتمنى ان نكون خفيفه على قلوبكم خوتي. تحطيت الضو حدايا والله ما شعلته، والله ما شعلت الضو بلاتي، سمحوا لي. هاد البوله شتي دابا كيجي مضوي اخوتي، وانا مابقاش كندير الماكياج، انا كندير غير واحد البودري شويه، انا مابقاش كندير الماكياج. ولكن ملي كنبغي نخرج كندير كريمه ديال الشمس، وسالت ليا وبغيت نشريها وما ساليش خوتي. ورا مشيت قضيت شغلي اليوم، قضيت شي صوالح، وجيت ديت لولادي الماكله، لان ولادي قتلاتهم الماكله ديال الزنقه، سالت معاهم بوكادياس والمسائل وداك الماكله ديال الزنقه قتلتهم. انا حاول دابا اليوم ندير ليهم، درت ليهم الماكله، رديتها لهم، عاد جيت خديت البيض، البيض رخيص، تقديت خديت الحوت، خديت المسائل، جيت غندير انا وراجلي غدايا. هادشي اللي كاين، وغدا تاني ان شاء الله غندير لهم الغدا ونهبط في العشيه. هادشي اللي كاين خوتي، وهنا غادي تتبعوا معايا، انا نوريكم البيض. شوف شحال ديال تبارك الله، وصلى على النبي. ها انتم خوتي، شوف كناخذ البيض بزيد وكنوض ميضه، شحال داير 16 ريال البيضه، 16 ريال ملي ما نكونش، على الاقل بعدا يقدروا يطيبوا البيض، يقدروا يسلقوا ملي ما نكونش. هذا جبت 6 البلاطويات، 1 2 3 ست البلاطويات اللي جت، وبقى عندي الروينه ديال الفطور، انا غنشارك مع خوتي روينه. وهادشي اللي كاين، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم. وكنشكر الناس كاملين ديال الانستغرام وديال الواتساب وديال اليوتيوب، القدام والجداد، كنشكركم كاملين خوتي، بارك الله فيكم. وقبلوا عليا، قبلوا عليا، قبلوا عليا، راه الفيديو اللي درته خوتي قبلوا عليا. ملي غنفتح الريستورو ديالي غادي نشارك معكم الريستورو، غنشارك معكم منقه، وغنشارك معكم اي حاجه درتها، ما غندرك حتى حاجه باش تعرفوا الريستورات. انا غنتبع داكشي ان شاء الله بالحكام، بالبرودويات، بالمسائل، ديما ان شاء الله نكونوا، حيت هنا الدار غنولي اكثريه عايشه تم، ولكن ما غنفرش حتى هنا، ما غنفرش في داري، لان حتى داري خصني نقسم الخدمه ديالي، داري وهنا وهنا، ما نفرقش. هادشي اللي كاين خوتي، وشاركوا معايا المهير ديالي، كنحمق عليكم، وضروري ندير مع خوتي فيديوهات، ضروري ضروري ضروري. شعاد المهم كامل، هادشي كامل، هادشي واخا عندي، واخا البنات شقاو ليا، ولكن مساكن عياو، عياو مساكن. الماكينة خدمتها، ها نخويها، حطيت شويه ديال الطاطا، دارت لهم الماكلة، درت لهم غير بطاطا، اللهم لا بطاطا في الدار، ولا قتلاتهم مساكن الماكلة في الزنقة، قتلت لي الدراري، منكذبش عليكم والله، حتى قتلتهم، صعيبة بزاف الماكلة في الزنقة، حنا براسنا لا كلينا في الزنقة يوميا، راه كنمرضو، هادشي اللي كاين. ايوا ايوا هذا فيه جافيل، هذا مازال غنطيب فيه، غادي عين ندوز عليه تدويزه حتى ان شاء الله غادي نطيب عاد نجمع هاد الروينه تاعي. مصطفى ديما كيخلي فيها الماء، الماء يدار، نشارك معاكم، نوضو تشقاو تانتوما حداهو، حداهو، صافي، أنا نعمر الماء باش ندير الماء يطيب.
باش ندير لي بات ونغسل هاد الماء عن هاد الشيء. كما نجي فين نجمع هادشي تلقى المطار ما كنوصلو كنلوحو في لافابو الزبد والزبد خصو يتجمع. طيب غدايا مباشر دغيا تسويت صافي. انا غنستف البيض ونجيب ليه المقلى ديالو داك شتي هنا كنستف كندير هنا البيض ديالنا صافي هنا كنستفو هاد بوك تخدمه في البيض. الشاكية كله اللي هذا ما صافي عندي ديك البلايصه ديال الثلاجه تي تهز لنا هاد البلاطو صافي. انا ساليت خوتي انا شاركت معكم الدره غطيح ليا انا شاركت معكم الغير ديالي نتمنى يعجبكم نتمنى نحفزكم نوضت نتوما شوفوا تحركوا تحركوا انسان انا راه عجزت قبيله جيت وانا نقول لما فيا ما نشقعيت صافي نجلس الارض صافي نقول والله حتى غنوض غنشارك معاهم فيديو الماكله اللي درت داكشي اللي غندير وقسم الله ونحفزكم وان شاء الله غادي يعجبكم الفيديو وغتنوضوا نتوما وغتحفزوا وغتنوضوا تشقاو وغتنوضوا تقادوا مع حالكم. مسحت الفريغو واخا ماشي شي مسحانيت وانا ما شويه عشويه باش عندي الدراري تيبقاو هنا كيديروا لنا حال صافي. كلشي يتقاد كلشي يتحيد هنا غندير البيض الاخر هنا
مابقاش هادو هما الحليب ديال الكوكو اللي قال لكم مصطفى في ريبات سنتر ما استعملناهمش هما ما استعملناهم كاع يا خوتي ما استعملناهم كلشي هادشي كلشي حيين بقات بعدا شويه الفريغو تيبقى يغوت تنحمش انايا الفريغو يبقى محلول صافي تنحمش الفريغو يبقى محلول صافي هنا ديال السميتو كذبت عليه وصافي خصني فين هما كريم فريش كريم فريش نحطها هنا هادي كنزرب باش ما يجيش الفيديو طويل هي لا كتزرب الفيديو ما كتجيش ما كيعجبني الصراحه تقال الفيديو ما تيعجبنيش هادو غنهبطهم لهاد السيد ديال المول البيض غنهبطهم ليهم هنا خوتي انا تحفزت ملي شعلت الفيديو والله حتى تحفزت نط جمعت نقاد الكاميرا هاكا نط مسحت الفريغو رديت البيض هادي بقاو لي غير المهم حتى هما دغيا غنردهم والله خوتي الا تحفزت اقسم بالله دغيا انا دابا غادي عين نوجد ماكلتي دابا وغادي نرجع معاكم ان شاء الله غنوجدها راكم عارفين كي كندير ليها هانتوما المطب انا غنشعل على هادي وهادي ديجا ديجا دغيا كطيب غسلت لا سيبيا درت الزيت غندير الثومه هو الحوت كيبغي الثومه غنديرها بمطيشه تجي زوين ندير فيها البزار لا غير ما نفوتش لا ما نفوتش ما نديرش العطيه هنا نقطع مطيشه ما تجي فيها الشحر هذيك نحط مطيشه درت مطيشه وسوغيز نقسم على جوج ان شاء الله تجيني ما تبقاش طويله الا تجي هنا انت قاديه هادشي وانا غادي هنا انا نمسح الطابله هاد الكوز هكا دابا عليك سلم ديري الفيديو مصطفى جا صوتها صافي saluto muto perché? I gamberetti? Sì. Mm-hmm.
costum. Puoi mettere questi. E il sugo. Andiero non sta facendo. غنتكلف بهذا الشيء اللي ليها نمسح الطابله نوجد الطابله وغيجي نسيم يتغدى معانا بغيتي خاصني نزيدو حتى شويه القزبر من بعد وغنزيد القزبر لا باستا بيزوني فاري نوجد تشاو نسيم نسيم جاري تغدا معانا quanta pasta facciamo siamo attenti eh نسيم في جو قال كثر يا نسيم كثر باستا كان صار باستا شو كي كندير لها باستا انا بعيني اختي غادا مصطفى فاي تو بابيني كوزين سي ابوندانت سي اتي بولا جو بولا مصطفى غادا però è aspetto no no c'è ah era il minimo عندك عندك دير شويه ديال البزار ريشي togliere questo il coperchio pensi tu? Lascia stare quella roba lì. Vai, vieni, così faccio. Metti a posto quello poi dopo fai. Sì. Non andiamo a pesce di lì. Ma cosa? Ma come hai messo la pasta? L'hai messo così come fai tu. Va bene. Non vuoi metterla tu? Poca acqua poi c'è, cioè, mezzo chilo. Sì. Va bene, va bene. Aggiungo l'acqua. Basta, basta. Ok, bravo il cosbor di tutti. E' quello che è sì. Tu vuoi il cosbor, non il cosbor. Basta, si è saldato la pasta. Lei si è stata indietro. Indietro tzqdim. متي ولا على البياتو ومصطفى جبت قاديه وانا جمعت هاد المواعن يجي هو يسالي انا حنا صافي سليمه هنا نحط الزيت هي ديك بلاتي هيدا ديك مصطفى صافي نديكوري ديكور كيعجبني ولا يعجبني الديكور غنعطيكم غير تقديم اخوتي هانتوما هادشي هو اللي غنخدمو معاكم في الريستورا خص الطبسيل ما يتوسخش Vado in tavola? Spera di zis. Vado in tavola? Sì, vai tu, vai.
ديك البيبي لا الزهر هنا انا ندوق مع خوتي 100% غتكون بنينه بسم الله. واو بسم الله بسم الله. لا حتى واعره جات زوينه. وانتم اخوتي اليوم درت معكم فيديو ديالي ديال اليوم، حضرت فيه ماكلتي وجمعتي روينتي، وحنا نمشيو نتغداو في الطابله. وهنا كنقول لكم السلام عليكم وشكرا لكم كاملين، شكرا شكرا. الفيديو خفيف ظريف، نتمنى يعجبكم، نتمنى تفاعلوا معايا، ونتمنى ديروا لايك 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 سبسكرايب. السلام عليكم.